لما بتسمع زنه كلام كتير من الناس بتحس ان في حاجة غلط، لكن بتبقى مضطر انك تسمعهم طبعا عشان ما تحرجش اللي قدامك. بس الموضوع ده ما يتكرر مرة واثنين وثلاثة، خصوصا مع الناس اللي انت بتحبها، اكيد هتزهق منها. لكن معانا في ايجي شنايزر مش هتلاقي حد يزن عليك.